ايش هو هدفك انت لوجودك في اوروبا؟ الهدف هو رفع وعي السكان ورفع وعي الحكومات والاتحاد الاوروبي تجاه قضايا حقوق الانسان في فلسطين. ما يحدث في فلسطين هو تجسيد لغياب العداله وغياب حقوق الانسان نتيجه سياسات سيئه اسرائيليه ونتيجه لعدم الاكتراث الاوروبي لغايه الان تجاه الوضع. ولكن هذا خطا. اوروبا هي في الفناء الخلفي لنا، هي أقرب لنا. وأعتقد مع مشكلة اللاجئين والمشاكل الأخرى في المنطقة الآن باتت أوروبا تدرك أهمية التعامل مع هذا النزاع، ونحن نحاول أن نلقي الضوء على غياب احترام حقوق الإنسان وأثار النزاع المسلح على السكان في المنطقة، وإقناع أوروبا بأن تقوم بدور أكثر إيجابية مما تقوم به الآن من أجل إنهاء هذا الصراع بشكل عادل. عندي سؤال ثاني، وهو بالنسبة هل تظن على أنه هذا كافي، يعني عن تحاول يعني تنبه الرأي العام الأوروبي على المشاكل فلسطين والاستعمار على فلسطين هذه مدة أكثر من 60 سنة، هل هو كافي على تشجع الحكام أوروبا والغرب حتى يكونوا جنب فلسطين؟ الوعي ومعرفة ما يجري بالتفصيل هو أمر مهم جدا. في سياق ديمقراطي نتوقع أن الوعي بين السكان سيؤدي إلى تغيير سياسي في المستقبل. هذا يعني سياق ديمقراطي فيه انتخابات، ويفترض أن تعكس رغبات الناخبين الذين باتوا يدركون ويعرفون أكثر فأكثر عن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط وكيف يؤثر عليهم. هذا من ناحية. المسألة الأخرى، نحن نحاول أن نضغط على صناع القرار في أوروبا من خلال توضيح كيف أن ما يحدث في إسرائيل وفلسطين يؤثر أيضا على أوروبا ويؤثر على المواطنين الأوروبيين. لا يجوز لأوروبا أن تنفق مئات الملايين من اليوروهات سنويا على نزاع مسلح دون التمكن من حله بهذه الطريقة. إلى متى يمكن أن يحدث ذلك؟ فعلى أوروبا أن يكون لها دور أفضل، دور أكثر إيجابية، ونحن من خلال عملنا نحاول توضيح هذه الأمور والتأثير على كل من صانع القرار وتأثير أيضا على المجتمع الأوروبي ورفع وعيه من أجل الدفع بالقيادات السياسية في أوروبا لاتخاذ مواقف أفضل. الآن آخر سؤال إن شاء الله، فيه سؤال ثاني ما عندهش علاقة بفلسطين، هو إيش هو الحل الوحيد لنهاية الحرب ولنهاية هذا الاستعمار؟ يعني كفى، لا الحل الوحيد إيش هو؟ الحل الوحيد سهل. الحل الوحيد أنه يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كيف؟ لا يهم. أحد الأشكال أن تقام دولة للفلسطينيين على الحدود التي يعترف بها المجتمع الدولي ويقبل بها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام. الحل الآخر أن يعيش شعبان على أرض واحدة بحقوق متساوية. بكلا الحالتان يتحقق الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وينتهي الوضع الظالم الذي يسيطر فيه شعب مدعوما أوروبا والولايات المتحدة وغيرهم على شعب آخر. لا يوجد أي مثال في العالم حيث استمر ظلم واحتلال شعب لشعب آخر. هذا سيسبب فقط المعاناة. علينا جميعا أن نعمل من أجل إنهاء هذه الحالة وأنهاء حالة الاحتلال. يا طبعا أنت سمعت كثير على مولنبيك قبل ما تأتي لهنا، يعني إيش نقول إحنا لشعورك الأول عندما دخلت مولنبيك؟ أنا شعرت أنا مولنبيك أسيء فهمها كما أسيء فهم غزة. غزة تبدو مختلفة من الخارج، ولكن من الداخل هو مكان طبيعي يذهب الناس فيه إلى المدرسة وإلى العمل ويفكرون بماذا سيأكلون، طعام شهي وإلى آخره. وكذلك هنا في مولنبيك سمعت كثير من الأشياء غير صحيحة، وأتيت إلى هنا لا أرى يعني حي طبيعي فيه سكان من أفضل وأكرم الناس. فللأسف أنا كلا المكانين أسيء فهمهما. شكرا لك محمد. شكرا لك.